بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي مساري ابو ادم من زالنجي، هاي الحصه حصه يعني معسكر الحصه حصه مقاسم يعني حي بتاعه محل مربع 8 معسكر الحصه حصه يعني كم هي الحصه حصه. الحاجه اللي حصل اول حاجه بدت مشاكل كانت عويصه جدا، تمينا يومين في البيت ما في زول طلع. بعد جات طلعنا بالليل مشينا لحي ثاني يعني اهم شويه، قضينا فوقه زي اسبوع شايفين انه ما في اي حاجه كويسه. بعدها قتلوا زوجي، خلى لي 8 اطفال ايتام، يعني ما عندهم اي زول برعام ولا اي جهه، لا في مرتب ولا في وظيفه ولا في حاجه، لان في زي الحرب اصلا معروف انه لا في مرتب ولا في اي حاجه. بعد ما يعني قضينا فتره في زالنجي يعني فتره كانت صعبه جدا، هنا انه ما في حد، حاولنا نجي نرتتي لان احتمال يكون الوضع احسن شويه، يعني مسافه زالنجي لنرتتي مسافه قريبه زي دي قضينا فوقها يومين، لانه الشارع الرئيسي اللي قالوا قافل. جينا بشارع جالكسي شارع تنوس اسمه، تمينا فيه يومين حتى بعدك وصلنا ومعي اطفال صغار والشارع كعب وباعوض وما في اي حاجه عشان نصير نغطيهم، ولا عشان ما لقينا مجال ذاته لانه رفيعان حاجات او زول كوي تشيل بطانيه ولا تشيل حاجه داير له ميزانيه، ما في ميزانيه ما في اي حاجه يعني غير ثياب ولا حاجه زي دي، ودي ما بتقدر انك تغطي بها اطفال ولا تعمل مشروع. بعد ما جينا وصلنا هنا قضينا فتره يعني اهلنا كثر خيرهم ما قصروا، واهلنا في المعسكرات برضه ما قصروا معانا يعني استقبلونا قاعدين معاهم يعني قضينا فتره يعني. لكن الأسوأ من كده انه لو مشيت المستشفى لو في واحد من العيال عيان ولا حاجه لا في علاج ولا في شيء يكتبوا لك دواء تمشي التامين وتمشي اي مكان، ما في عشان زول تشتري حاجه. والاصعب من كده بعد ذلك يعني حتى في التسجيل، عمليه التسجيل نسمع يجوا يسجلون لكن ما في حاجه لحد هسي، احنا ما صرفنا اي شيء خير مواد ايواء، لكن مواد ايواء بالنسبه لزول عنده اطفال لا معاه اي شيء يعني بيعمل شيء. الحاجه الثانيه في امراض يعني كثيره، في اسهالات، في حميات، طبعا عارفين يعني الحل فاونديشن حاجه اللي احنا مهتمين دايرين مساعده شديده يعني من ناحيه المنظمات الامميه والمنظمات الوطنيه ذاته لو ان امكن يعني، لانه فعلا الناس في حوجه وانت شخصيا في حوجه يعني، لان الشكوى دي شكوى عميقه جدا. في حاله انك مثلا زوجت عندك 8 طفل حتقدر تعالج مشكلتهم كيف؟ يعني لو واحد ولا اثنين معلش ممكن انا بيساعدوك، لكن 8 دي بتعالجهم من وين ولا تساعدهم من وين؟ اها الاسوء من ده كله، انا كنت قاعده مع اطفالي وقالوا لي انه والدي عيان شديد في زالنجي وماشى، ما طلعت من زالنجي وقعت بتوكتوك التكتك قال بي تعوقت يعني لي اكثر من شهرين، ولحد هسي يعني ما في اي جهه مثلا عشان نقدر نعرف انه في جهه حيويه مثلا جات سالت قالت لنا انه مثلا حاصل لكم شنو ولا، فدي دايرين يعني فعلا دايرين مساعده عن جد يعني من المنظمات انها تجي تساعدنا، وعلى الاقل تعرف ادوارها تعرف دورها وتعرف كده حتى النازحين اللي قاعدين هنا ذا كده هم محتاجين لشنو ولا المساعدات المطلوبة بالنسبة لمشينا بالضبط. هل السبب بتاع سوء التغذية شايفينه كثير في داخل المعسكرات أو داخل مدارس؟ الحاسس شنو بالدب يكون كثرة سوء التغذية بالأطفال؟ فعلا في سوء تغذية لأنه أول حاجة في زهمة، الحاجة الثانية موية بسيط ما كافي للناس انهم يقدروا يغسلوا ولا يقدروا ينظموا بصوره كويسه. الحاجه الثالثه يعني الابتزاز ذاته مشكله في حد ذاته. والسبب الثاني يعني في يعني مشاكل كثيره يعني هي الحاله النفسيه براها مرض يعني. هل تم توزيع بتاعت إغاثة في نرتت من جيتو؟ ايش اي؟ لا. طيب الامراض حصل اكثر بواجهكم في معسكرات او في داخل المدارس ذات امراض؟ رمل، نزلات، واسهالات، وملاريات، وفي امراض سوء تغذية. طيب المياه لما قاعدين تشربوا، هل المويه ده قاعدين تشربوا فيها وديان ولا تشربوا في المضخات؟ والله من الوديان
ولدي يعني حتى في المدخات، مدخات كميات ما تعرفي، كميات ما تعرفي يعني، هو ما بكفي الناس. كويس، شكرا لك.